السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معي وانا عيمة الكأب قدامي سانوا جانكينا انتهى أديك إسهو ما شاء الله تبارك الله مو قال عصب ما لم عصب نمان أصحاب تيدا ولا لها جانكا أديك إسهو أدي هذا إذا سلام سودوا ولا لها عصب برشون أحسن ولا لي هر إيجو قدام تيجا مهتم تين جزاك الله خيرا إن شاء الله إشار غريم وقال أن سو قليو لايك تيسارة كومنتي إسهو غر وجدين وعم بغني ولا لها عصب نحلينا هاي أنا هو سكوتو وانت إذا كهرس وانت سودا وينينا محاو هنعيم وكوك الصبح ويلكم أن كلية إن شاء الله هذه آد كعم فرن سودا وقلب فرن مين لقاعد تعليه إن شاء الله إن كل ينيا سيو دنينا فإذا ليس حال قفكي أم قارك أن سوق لي أن سودا وني كسودا وشرحت كلام قلعة تصار هروح عنك كل دونا إن شاء الله فإذا ليس دي له يراه إن حم فرح سنة هاي صدق ككل حنا قد ما وحية أو بقول مين مين هذا إن شاء الله إن دك يصور سنة عن نعيمه هداين وصيبة لنقال إن سؤاله هو أنتوا قد احتواب دون الله إلا سدح مركي عن حصوص تحرك مركي عن وضع إن قفك هو الرأي وسؤال شيء سأعن ربنا وقد احتواب حيو إيسا خري سوماليا مالاقا هلا ما قرانا عيا أنا عن شركة عن كور قبو وأن ليه شركة هبلو حلقة دونت ألعب تان ما جرتو في سبيل الله أنا أدي كوكو صدقي سنو ينكود هو يا دونو ميل على ما شاك هلي كده ما هي واحد عليك هاي أما ده كلام تأيي ديبتين وعندها هاي حلقة دونتو ما أها إن شاء الله إن ليلة فهم تاس هذا نحن هاي أرجينا مجيء سو حن قوس قروحها إن راتت بير على مش أكل كتجيق يجير أوجشت إيه أكدونة تد ضلك أسيج أسيج نقدم حال سمينا ضلك أسيج أسيج نقدم حال سمينا قف كست وطن كست جوجو وهلا كينيا نقوله ولا هلا توبيا نقوله ولا هلا فه حال سمينا أدي وطن كيدت لإني قصدهم esas wuduugeen god hostiisay giliyeen wixii aan baranay iyo wixii aan aqaano aan umad uga faa'iideen lahayn hal degmo kali aan hadii ii dhiibo waxaan ogaan lahaa inay degmadaas noqon leed degmada degmo ugu fiican misku amaana sabto qofka ahay waxaan qabtay sida u shaqeeyo yaan ka warqabaa aan ogaa aawe aaw dad aan meesha aan mudneena lageyna umadii waxay u baabooysa caafimaad la'aan waxyaabihii u fiicnaayo dhan waala barti aabe he intee lagu noqona intee lageena anu waxa awooda marka walaalayaalow hala doonto inaa idin dhah ma ahane meel laga helay soomaali dhexdeeda ma aqaani gobol kasto aad joogtid isu dira walaalayaalow u kala faa'iideysto qofkii hargeysa jooga qofkii boosaasi jooga u sheeg kii boosaasi jooga kii kaalkacay jooga kii jooga hiiraan kii jooga shabeellada dhexe muxuu ahay banaadir shabeellada hoose saas dubooyinka هل إسو شيء؟ تذكر دي بدها جو وهي هاي وهي لان نصيبة وهي لان أيه نحلين إن شاء الله هنا جد التيم لكن مع الأسف أهل أو حما أهل إنه ما أنت وضن كي ما مربى ما كي كسي دم بيسو مقدي له أوصي قراءة مقدي له أوصي قراءة سحن صح أو سألوا حتى عن لجسوا جين سابتوا إيه فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون إلهي معناها وقبل بقف يقان أو جوني هاج قف كي يقان ويح ما كي جعان تلاقي سعر وحمل لا أركو مضنال ولو جدو أدوك كده مغض يين قنعي سال لكن دي ما تقدر تجيب طريقته أي إنه بلو هاي هي أذكر يا حك شقي أذكر أنت كشقي أبتي يا أنت كشقي أذكر أنت كشقي أوجا يا حك شقي أذكر أنت كشقي محسو كردي نيسا أنا وح صبر إني هدي أوجي مال مصير كي وضنك أو إفري سناء أنا وح صبر إني هدي أذكر إنتو إيه وضو نعيم أذواي صبح أنا أبكوجا أذواي حق فري سناء ميسكاس مصير كي وضنك كل فري سكرسي جام وحين أنا جرنيني هيشوف ساس لوا واحد قاقع مال ده كيكون أونلاين دكم داكم إيه والله عجيز إيه شقيس أنا يحب أبقىين عارف ما أدل أنا معني قبل ده أقول هاي بين ما هل طول لي دك من حد طول لي هدي هل طول أنا هل لا ما أنت أنا قان لديه لين عيمة وحكة قو ده كاس ده وحن كاس صار لهاي أنا سبحان الله وقت يوقع ذنب ده وده نور وده عارف ما تقو سوى نفسه في كده واسوا الحمد لله لكن مره ومال اما اوغاس او يشق جليناي اما او اديك ايجيناي اما ابتيغ ايجيناي شهادتي ان وكيالها وخرتيون وخ اخري يد يوم مت وانا ميل كست كتاغن كرا او ايد اي يشق جليسا لكن يدو غرب قلي ها صحيح ايغا بقول قال انت وليه احفي عما سو دواد او جيدين سبتو اي وحان انتاس او غلي وحيتاي مكسو تشني مركي انكو سو في السنه لكن إذا إيمانيس وحكو إيمانيس قفا كلها ولا ليس مالي إنتي لقيها قف كان وودي بقبا
أنا واحد أوجه هيدب كلاقب ما أنا جاي سينكر ما أنا ما أوجي ما أنا حاها وطن كده حيس لقيه لا سوني بقى تمام مركب أمد هيزتو يكونوا لين مركب فبما كسبت أيديكمو كم هذا كسبت إن سماه واحد هيز شعب كمان تقولي بقى تيسن إن حاها إن دواء يهلي العين حتى درس كده البنكر وضمن درس كده البنكر يروح يسعى تومي سقف تاس إذا مرجبتي ما قصت إحنون يسوا الدفين كي عواش هذا بير كذي والدفين بحية لو وحي يسكت دوين لاتن هي سليم لكن ما صار مرة هدي أتكه هذا شدو تراي تتك حكم كهاي نوع عوا حكرتا عم ديرن دلوا لجن دلوا لجن دلوا واقص كربا حكا دليجو وأكو حنا أحسن أيها عليك يسوا دعوانا يقص عبتم على قبيل كيو ده ده يأقل من إنا يمال حقا لنك أخاتان عادين أقيلين عاد مرجعين عادين كتير كاميسة إن ده أنا بمنع كاسو بحيين هرمونا أنا مسؤول حق الدمائن وإن عدي أنا حكوت ترينين أو الماء ده حكوت ترينين أو النفط ده حكوت ترينين أو جرعة ده حكوت ترينين وحبرش الماء ده حكوت ترينين أدي لك تعود عضل حتى ترى وحن ما يسوى أمريكا لكن إنت عرفت ميسي دولا جل جل دولا قبيل دولا يبل هبل دولا هي حكوت اللي جوا قص ما كسؤال هذا كل يني أنقلينا إن شاء الله مفهوم في عينه مجالايو معناها هبقى وقعدان لهاد الوحي وانا الشرايع كسر وضحت لي انت ملي جرام او باعهم تهي ان ديلي او باعهم تهي سؤاش على بعض وخصوصا انا مكلينو انت اقول احترنو قف كالو سؤاش اسوا سلحتها ما ايانا بلابا وان جوجينا وحا وحا نلاشا عادي عفمات كاد اكو دفاع عني سيدوا ديلي نفق عادي انت اكي هليسد انت دلق هلعي قضاها كشيغا استعمال انت دمي هليسد موهو أسيقوا أنا معلومة باستعمالها حمون بابي معه اللي لفع مع رجينا إن شاء الله ندو قورس لابس أساسي ولا فين صوما ها ندو قورس فإذا دو قورس وطرق محو هاي إن نرفه يوقف في عيني هادي نرفه يوقف في عيني الويراهن وأكتر صوت ودرن وذياش جيرك هذا إذل أيوه هو نفسه إنه هول قليو شقد السيد اللي ربي أخب صدان إن ندلبات ونبوسيدونا إن شاء الله ندلبات وحتركيس ويا وحواي وهو كسارة جرك دفنك زيادة بيرك حال أنك تسمعها كلمة وينوي دفنك بيرك كأرو صبت أولي ما رأينا قال لي معنا وهي زيادة دفن جرك هذا أما هرمونات حكيم هذين هذا دفنك عني كي أعمل يسمون دفن عني قاعد سليت لي أنك ترسل عن بولد أنت سليت ده وأسكي إلى عليه أساس ما رويس ده ها جرك دفنك أساس مسني خانه أرنا أقصه هذي كم ده الله هرمونات جيكا لكوشا كيان نهاها كورت صليغا او هرمونك استريسك ادوك كوبتا دفينوا انسلين هديك كوبتا دفينوا ومعناها جيكا دفينكا لوهيستا انت كربوهيدرات كاميسك جيكا مركي كيك كلاب ديراي باك وكادنا دفينهان وكادنا وحاصو ادلو باكي مركا او دفينكي كيك وحكات زيادك هاي جيكا هاكاسكو الورايين دفينكا ساكا هاي او هنوخنا مركي كالر كي باكو نبدلو جالس كوبدلو نبرو اسكو بدلو هادون هادو خالص خالص كانت ايمانيسا سؤالش سدحات او قصه تلقينا كتجواب ممكن دينو انت اخو احتران ان ان كا جوابي دونا معناها عاشوغ مو في عين هي افا يسو قري عاشوغ سيجار هانه او سو هادلي دونا معناها قيبه او كلي هي اسغو مرك ان شاء الله سدحين سؤال اون بالن قاضي وان غوتي ان نفهان كغدبري دوفينكي انو بيرك كساراي يمع الجيكودن او وحان دحاي وا نفقه لوو تلا غلاي جيرك بني ادمك سي دبيعي ان اي هوشيده اي اهاتو عنتدي ان عنا يمع الجيرك دوفينكي كلي او سو سار ان اي بدشو او حتى حس اركيسا كادي بدن ماركي اد استعمالك سي بلاد او صوتو دوفينكي جيرك اد او كيدن لايدن انتي بربرسو او ماددان اي بابيسو لي كودريسا وسخ او هلكاس راعيسا سبحان الله الحمد لله الله اكبر ان مدي سدحان مخو في عين هي كوجنيتيف وحو هي حبش قيسكا ومسكخده ان معناها ستريس كوغو سو دغدغو مخو اها ان شقدي اي مسكخده قبان لهيد ودن ماشا ان اي كبخدو وحا سو ايدل يو كهرتغا او ان ان توتر انزايتي حمونه او مخو اها انزايتي او كلاندو ديبريشن كا ستريس كا وحا سو ايدل او وناغسنيه شالين واكسي هذا الحين بعد جوده مرك إيسو جارتو إن أفترن صنع يمحي كسي وين وحن بالعوانة إن دبع عددي بدل ما حلي كلا جورك ومعناه إن حيك جو إيسو عدد وكلام تي أنت إيسف كوجو جرت نبعتو ينكا صنع عدد وقت قادرنا إيه حلي عدد ورير كدبع عدد بمت وحن صنع وهو نفسيا معناه كوجنيتيف دليل رأي نقصو كسر لا سيدو كله مسكح ذا شقده ذا يودر درجليا وفعلا كهر تجا
إن حنونك الزايمر اللي يراه أو كل ما إن حسوستي أي كاتك تو ده كستكو إيمان كرتا ما عادتك وين كلية لكن إن كهرتك حيوجن وبيه هاي إن سيدنا كوجو شاقي ووح سيدي اللي هنا واستعماش للرب سيدجر كادي وغشق قلو إن سيدو قلي كنترول كمودك يوقع بسيا إن مود مود كذا معناها إن هفكر كمسكح هذا إيه مود كذا أيضا هوس ودين هن قف مع ترى نيت جوان إن ما يمكن واحد كأكو قناع عددا أي كم قنط هاي وحصلا يعني أنت أسكو أركيس دو كوي هاي عف ما دو كوي هاي إن نيت كلا أكو حكته وحوي إذا كترينوز إن شاء الله عشان يلحق بحيت هاي ميلان كالشيومك أيو أدي أد أسهلة إن كالشيومك أنت هذيك نيم كالشيوم عنا إنه حنا سموه وحيل لقيه لا كالشيوم جيب كذا مو ميل معي أدوس أنا يسنين كليني إن ميلان كالشيوم ك ده فيتامين ك سيدو كله بي كومبلكس ك أوميجا 3 إن إنا يصير الصحة وماشي للربيع كشق الجلان بس أكو هو جامين هاي وقصو علينا ميلان كالشيوم ك بكالشيوم ده فيتامين صلاة ده فيتامين كعنوسة عنوسة 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 معناها جديدي أو شققال كماشو كشققال لا إيفيتيمينك هذي إن كليني هو هيسني سيد الله بقوم شققال عاد سيد الدراد ده إيفيتيمينك وحوح كوترع مركي أت كليني أدلق على تد يكالشيوم إيفيتيمين كي فيتامين كي أنا معلوم ما بهني إن مدعيته على قوة وين أياس وسعر بقول كي كنتم كنتم ككان عندوين كهلي كتعرف تعرفنا دي استعمالي سن ده استعمالي إن مع رف فيتامين كي وقصة درسنا كتاع مقارنة كسر سمي دي وما لعبنا هاي مالك كل يني كان فيتامين ده قال لك على نساء وسليد ولا شق الجلع ده فيتامين كان محاك ده السليد لقى له أوكي مالك إسقاب صدام إسهلان كالشيوم كنا إنه ملو ده فيتامين كنا أوه جاني كده بقى شق الجلع محاك وسهلان أنا مالك ده فيتامين كتير كده لما كو كدن ما يكالشيوم لا فيها كعبة بيلا لا فيه وسيد كوكو إلى علينا وحق كوكو إلى علينا يا كلام ده مود كي ومعناها إن ديفيتامين هدي أنا يسني إت وعلق وحمد أنت وجهاز أنا قسميس وردي أكاد نميس وحصل إذل ديفيتامين جهوري وقرنها يو كوجا جامينا ودع قبش قدر معناها كي هجي لهوا وجاميه يسي سيدو كله بي كمبل كيسك أو فيتامين بي أو أكتهين نرفعها شقدا أي أقبتان أو نحن نقول ياشي لف نبرتي محوها هاي المسكح دي هب كل ذي بني وش قيام فيتامين بي كمبل كيسك قابل سن أصلاً كي هجي لهوا مك أو كالمين لها سيدو كله أوميجا 3 سيدو صحدا إني أقول جلنا و كهجا إن ميدو كحكتو حريرك مسكح ذي مرقاح كرحي إني أكتف أحدان يو سهلة ومحايا بصراحةً ضب بدن أو حاجة أيام الود مال إيسو قري قراركاس نعيمه معنا مك عن سعره وحايا قلنا معيو توازن كي أما بالانسي أو جرك حايا قلنا معيو معناها إن مال سمن أنا مرايح حتى إن عند عن هلسه نقطة ضب بدن إيسو قر وحماش كم قن كونكشن كي محاها هاي مسكها ذا يمرقها إني إس هلايلا إسكو هلايلا وواحد إسكو حريرين لهانة ومادداً ومعنا كل يني قليلة هذي جرك هذا إيسن هي سنين حتى جمع سجيو ما جوكسنا مرك أتلا هديو وحصلنا معنا كوميكيشن كي كده حي مسكها ذي مرقها وكل مرنانا أسا أقابل سن جرك إنه معناها قبته إن أكتيفيتات كأما أكتيف أكون أقول لهذا إن سيدو كله وحكه ارتجع ذلك سيدا أقصد إيه هوي ماذا حجر أقف شلون رم عاد وش قيناي ما أنت عيوب دال دال أنت عبان لا دال أنت كان لا ما أدري لو طلب لو عتنا استعمال كل يد هسكوها لين أي ذا وتيش شق قليل هذا لكن بح أي شق قليل لهذا وأنا تيش شق عم تدع أي سحناتا هم بيجرع سكو تردلع بيسان سكو تردلع وهرا هرا ما دوين كم يساعدان وفريسان معه نقف كله أول على إيه جلبوه مرول بيصور صدا iyo isgoos yada waan ka soo hadalnaa insha Allah wa ogaa saddex mar ay soo warsad waan ka warqaba macnaha maqoo sanaa imaa soo celcelina amal wa ku ogaahay saddex mar ay soo gaartay laba mar oo hore ee muqaalkii aan xal soo gelin sabaan hore aha aad igu soo qortay waan ka soo hadli doonaa insha Allah ee isgoos yada aan mid kale xidirkii maskaxda iyo muqaalka ka soo baxno aan wuxuu ka hortagaa daalka oo waxaan lahay oo sida dhaqsiida qofku ugu daalo sidoo kale wuxuu hormariyaa shaqada beerka waxa la ogaanimo shaq beerka aad ugu kaalmeeyaa dufinku ka saara in uu keenin lahaa ka saara shaqadii beerka oo idmana oo ilaahay u idmayna inuu ugu kaalmeeyo ilaa hadii aad tiraayd ka war qof shaqada ay qab kuugo kala hadii aad tiraayd cuntada kar
adiga leey kabal yeerigi adaa soo adeegays adaa maamulahi adaa dadku u qaybinaysid suurtagal ma noqone markuu beerki yahay jikadii jirka kaalmaanti u baahan yahay dad la shaqeeyo marka macnaha kuugii aan u soo qaatay kuwaa tiri cuntada adaa ku qoran oo karinaysa haddii aad tiraahdo marka kabal yeerigii cuntada dadka siin lahaa waa adiga kii ridi lahaa waa adiga kii qaybin lahaa waa adiga kii dadka lacagta ka qaadan lahaa maamulihii kii albaabada furi lahaa kii dadka soo dhaweyn lahaa waxaasoo dhan shaqaalo kale in loo sameeya la raba laakiin sheekul kulli haddii arrinta ay noqoto qofka ugu daala soo maahan beerki marka hawshaas maadaama uu qaabilsan yahay oo wax fara badan cuntooyinkii aan cunno dhan uu bedelooyo nafaqo intuu qaado bedelo kadibna uu energigii aan isticmaali lahayn uu ka dhigaayo min madax ilaa mijo ya kaalmaanta u baahan yahay in lala shaqeeyo maadooyinkii la shaqeyn lahaa waa marka beerka sidaas uu shaqadii beerka u dardargelinaa waxaa kuu dheeraanaa marka cimrigii beerka wuxuu ahaa uu ilaalsama macnaha cimri degdeg kaagama imaanayo macnaha xanuunu kuma soo degdegayin wuxuu riixaa dufinka beerka uu keedin lahaa okay wuxuuna ka hortagaa xanuunada khatarta ee kusoo wajahmo ama ku yimaado beerka okay shaqadiisana sidii la rabay inuu u guto miyuu ugu kaalmeeyaa waxa waaye filter waa filterkii oo beerka haddii aan yacni muhiimadda waxa uu qabto aan ku siiyo kaniinigan waxa waaye suwadatiin waxa waaye filter waa filtre wuxuu filtreeya shaqadaas beerka uu qabanayo dhan inuu ugu kaalmeeyo nadaafadda iyo waxa sunta jirka soo gasho beerkaa saara sax shaqadaas qofkii u qaban lahaa waa waxaan umaleyna wax dhedheeraad beerka sababta aan u dheeraanayo waxay tahay dhibaatooyinka ugu waaweynuu maanta soomaaliya haysta gaasa ay haystaa hebelowa ay haystaa xamiitadaa liga hayaa qaraartada maraarada waxaasoo dhan soo noqnoqonaayo uu isku jaamsana uu dawu u yahay hooyada uurka leh iyo hooyada nuujinayso aada ugu fiican yahay sababto uurjiifta ilmaha yaray calooshaas ku jiro neerfaha iyo maskaxda in ay dhismaan ayuu ka qayb qaadanaa sidoo kale hooyada qaadato xilliga muxuu ahay uurka ay leedahaa la leeyahay foosha xataa way u fududaataa marka ilmaheedana xasuus fiican ay yeeshtaan sidoo kale infection kuula dagaalama uu jirka kala dagaalama waa soo kulaaseeyey holka badan uu qabtaa waxaan insha allah kusoo gabagabeyn doonaa intaas inay tahay macnaha hooyooyinka stresska uu ku yimaado xilliga ay umusha ay kasoo baxaan niyad jabka ooyinta joogtada stresska waxaasoo dhan uu ku yimaadana wuu u fiican yahay iyo hooyooyinkii afartanka ka weynaaday ee aan soo sheegay strageyngooda uu hoos u dhac ku imaanayo aada ugu wanaagsan yahay dufinka keliya maahane cuntooyinka aan cunno milankooda carbohydrateka ha noqdo brotiinka ha noqdo waa makiinadii muxuu ahay u fududeyn laheyd in ay beerka shaqadaas ee qabatay energy ka dhigto okay sidoo kale waa lagu caatoobaa sababta loogu caatoobayana waxay tahay kaniinis cates ma aha laakiin maadaama dufinkii uu jirka ka riixaayo wixii ziyaado ahayo jirka dhex wareegi lahaan uu qabanayo ka saarayo sidaas daraaddeed wuu ku kaalmeeyaa waxaa kale u kaalmeeya in jimacsi haddii aad sameynaysid energy in kugu filan aad haysan kartid ilaa aad wadid jimacsigaas maxaa yeele communicationkii maskaxda iyo muruqa ka dhexeeyey iyuu ka ilaalinaa inay daalaan oo wada shaqeyntoodu sahla markaasaa adi waxaa ku sahlanaanaya sababto murqaha waxay daalayiin markay fahmi waayaan maskaxda meesha ay u hagayso oo marka waxaa laga yaabaa iyadoo maskaxda ay u amartay gacan intuu taag inuu qof intiis kiga taagaayo wareero daalo haddii marka communicationka xiriirka ka dhexeeya maskaxdii muqaha ay hagaagaan waxaa hagaagaayo habkii aa u jimacsan lahayd aa wax u tuuri lahayd aa u xiisan lahayd iyo hoosha habkii aa u qaban lahayd sidaas daraaddeed awood waxaad u yeelanaysaa inaad hal saac oon break lahayn aad jimacsan kartid dufinkiina uu kaa saaray saasa ku keenaysa marka in uu muxuu ahay hilibkii uu kaa dhaco waxaa kaloo kugu saacidaa murqihii maadaama communicationka maskaxda ka dhexeeyay ay xooganaatay oo awood ay leeyihiin in ay adoo iska fadhisid xataa oon waxba qabanaynin ay murqihii gubaayiin dufinkii oy ka saarayiin sababtoo murqo mug leh markaa haysatid dufinka jirkaada si sahlan uga baxaa haddii uu kusoo galo xataa insha allah intaasa aan ugu talagalay faa'iidooyinka way ka fara badan yihin laakiin waa intii aan kusoo kulaaseeyey xageen ka heli karaa naciimo haddii kaniini aan helaynin beerka waa ka heli kartaa oo xoolaha yacni cadad kugu filanka ma helaysid laakiin waxay ku dhaantaa la-aan kosoo maahan ukunta oo kale waa ka helaysaa halkii ukun 124 milligram oo waxaa ku jiro kolini ah kuguma filno hal xabo ukun laba xabo ukun saddex xabo ukun afar xabo markaa cuntid aa laga yaabaa inaad ka heshid tusaale ahaan 496 milligram qofka dumarka ah
قفك نينك اه كلت سالهان شن حبه أكون إيه ليه بقول يلبعتن ملي جرام وكهلا تطبعتن عمرك سيادة صوت نينك حلوة تلقى شن بقول كونتون ملي جرام نو معلنتي وكهلا مك أفر حبه أكون إيه معلن أفر عن معلن شن عن أدينن أعطهاي وأد ميلا جهلا أدن جوجين أوكي هدي ميلا جهلا جوتن أسكو سهلا كل أفر حبه أكون أنت عن الهيت معلن والبو صوت باهي أقول نيسو already ne bertingil ugu talgal waa ka heshay meeshaas wax kale inta raadinay saaso marku dufinki siyaado ku noqona en hilibka waa laga hela digirta soo yala yiraa waa laga hela en hilibka loo laga hela laakiin hilibka loo asigane side effectigiisa kale inta uu wataa marka kanoo sokor leh wax leen dadan xamul waay wax siyaado en kitab uma sameeynaa ana waxa waan fadhnaa duuqa saaso uu igee shalayna waa inuu tusay qofkii cusuban ka wada ee sidoo kale qamadiga ka heli kartaa rooska ka heli kartaa faraxiska ka heli kartaa laakiin in kugu filan ma aha hadii uu ka bato side effective uu leeyahay maxayta xasku arkaysa ha isticmaalin wax cadadka aan kuu sheegay ka badan macnaheedu ku ekaa cadadka aan kuu sheegay hadii dumar aad tahayna oo qof dumar ah 420 shan ilaa 420 macnaheedu waa intaas cadadkaas u dhaxeysiin kartaa oo macnaheedu 500 hadii maanta aad geersiisid bil xoga ka yaray أنا كروا إدي شيء واحد ما الله عن قطع ما له عن قطع لكن محمد ما هو الله واحد بقطع وشان بقولي كنتم ملي جرام أكو تطوني منك لو تلقلة إن هدي ما أكبر دي سيدود أك حدف إنت ترى عارف ما دوليه وكبرنا أتري هل استيس كلام تو كيان أو وح والبح ده حد دافع وح ما نصمها دي ده أسكو أركيسا شير فربنا أسكو أركيسا بكر كعب بلاد برشكو معناها هوس ورح كويما أسكو أركيسا beerki iyo wadnihiyo si qaldan u shaqeeyay ama garac xoogan wadnihi inuu leeyimaad waxa sanan isku arkay mark goorma oo amaka cadad xad dhaaf ah isgeersiisid isgeersiin markii aadan haysanin waxyaabaha isku arki kartid maxaa waayo oo calaamad hadii jirkaaga u san haysanin oo macna kulliini gabi ahaan uu ka maqan yahay jirkaaga uu hilow u qabo oo haysanin cuntooyinka lagu cunan aadan cunaynin intan aan ka cunaynin maxaa waa calaamada isku arki kartid beerki oo dufin oo ka buuxsamo ado iska caatay hata calooshi dhuy maka ciishid dhuy inta calooshaba hadday soo dhaafto jirka bini'aadamka inuu isla sinnaada loogu talagay marba calooshaada hadday kasoo baxdo muxuu ahay ay soo dhaaftay xabadka ee waa isku arkay calaamada koowaad waay infection yacni soo noqnoqdo ziyaada ah caafimaad macnaha in caasba aadan ka helino infection hadhow halis waay hadii beerka marka dhibaatadan mar walba ay ku socotana kirosinka inuu sii gudbo macnaha max kiros inuu u gudbaa dhici karto dhibaato waa murku sun inay uu beerki uu qaado oo hadhow qashinka asa saar jir wixii run ay bixi waayaan hadhow jirki marka dib uu ugu soo noqdo qashinka iyo sunti oo dhan kansarka beerka inuu yimaado halis waay marka insha Allah ofar waa caafimaadka ku dadaal iska warqab isu roono isahow intaas in nabadgelyo assalaamu calaykum wa rahmatullaahi وبركاته.